بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في هذه الأمسية الرائعة بقيادة المايسترو مراد الحربي. قام من أوكلاند يزورنا لا مجلس ولا أنا ولا صور نفسه. تمام. خلنا اليوم نكرمه بس كل واحد مرق حق الديوان المحارضي تعقل ما بديناها أنا ولا الدكان. عم تقول إنه بحمس عين وشبوكات مشبكين عليه لا من بتاله. تمام. المهم إنه في منطقة آمنة وعلى على الحروب هذول هم كبارنا في كل واحد يصور الثاني إحنا ما عايز يصوروناش. تمام. وحنا نصورهم. الكلمة إن شاء الله الأخ مراد الحربي. تفضل أخ مراد. أنا صدق الكلام كله ما عادش عندنا أي. وهي. إيش ما قالوا؟ الآن الكلمة للأخ وسام. خبر يا وسام. حيا الله طلال. الله يحييك ويسلمك ويعافيك. بس شكرا. والكلمة الآن لعبد بن عبدها. مشيك تقول لهم خبر. مشيك تقول اهربي لك من الأخوات اهرب. هذا عقيل. اي قول له حبيب اسبغ ايوه اي شيء وسام تحدينا نسب لها اي شيء شتتت ايش يا سام ايش يا سام امانه عيالك خلنا نخزن قدوه امانه عيالك خلنا نخزن لا قمنا امانه اي شيء اي شيء قفلت الباب وانت قول اخوي شتتت مو قال لكم وسام انه عكر العسكري خلى العسكري هرب من صدق كان قال له اسبل في شتتت مو يا مالتك اوكي مو هي أمانة يعقوب أوكي مو هي مو هي سعد أنت داري مو هي مشكوك هم يا عقيل مو هي قال إني شتتت والثاني مو هي الثاني مو هي أو تكنولوجي ها تكنولوجي لازم مدري مو تكنولوجي وحبه واحدة واتصل يوم يقول هاي اسمها قسطنطينية وخربت اسم الخا بعدين الله يخليك لما عقبه لما ولا يخليك تعقم حرام انك حياة يا وسام احنا لا تحرقنا ها نعم حياة حنك لا تعطس بوجودك لحين ينو تلفوني ما انا يعني قلت استاذي خلينا منهن اعمل حجرة بجرة عد لا عد العشرة صور صور العب صور صور تلفون رهيب يا وليده صورني يرهب تلفون الحين داري انه رهيب انا قد ايش يا رحمه ها